يا ست جبرية انت لازم تتكلمي. اللي عندي قلته يا بيه، ما عنديش كلام تاني اقوله. خد عسكري على الحجز. خدت حقك يا ابني، حقك من اللي ما رحمش ضعفك، من اللي استقوى عليك وانت لا حول ولا قوة. عشان تعرف ان امك عمرها ما تنساك ابدا. هنساك ازاي يا عبد الله وانت اول فرحتي؟ هنساك ازاي وانت حته مني قطعها حتت؟ لا، انت قلبي، قلبي اللي خدته معاك وسبتني بنوري. كبرية، لا مش كبرية هي اللي تقف وتقول ان هي اللي خدت حق عبد الله. لازم الناس كلها تعرف ان امك هي اللي عملت كده يا عبد الله، مش حد تاني. كبرية اللي لو طلت تدفنك بالحياة كانت عملت كده. كبرية اللي بسببها عايشنا في دوامة، ما سابتش حد فينا الا وخدته معاها. بس لا، اسيبها تشيل ذنب مش ذنبها، اسيبها تتعلق الحبل المشنعه وهي ما عملتش حاجه. ايه ريديل، قلبك حن؟ لا، كبرية لو دخلت السجن هيبقى علشان خاطر الذنب اللي محدش عارفه، هيبقى علشان تاخد جزاءها نتيجه اللي عملته. Thank you.
وابنك اللي جاي عايزة تولديه في السجن. عايزة تقضي عمرك كله في السجن مع الحرامية والمجرمين. طب ولو اتحكم عليكي بالإعدام يا ريتال هتسيبي ابنك لمين يا ربي؟ دي جبرية؟ لا لا يا جبرية مش هقضي عمري في السجن. وانت دلوقتي بتاخدي جزائك من اللي عملتي فينا كلنا. سافرت؟ انا ماليش حكم عليها، جوزها هو اللي سفرها. انت بتلعبي من ورايا يا ريم؟ بلعب ايه؟ انت خليت حسن يجي هنا ويرجعها وهي سافرت، انا ذنبي ايه بقى؟ انا مالي؟ اتفقتي مع مروان وحسن على ايه يا ريم؟ ما اتفقتش على اي حاجه. علي انا الكلام ده؟ يوه ارحمني بقى يا حبيبي. انت جوزي ابو ابني ان شاء الله، ما ينفعش كده، ما ينفعش ما تبقاش واثق فيا دايما. ارجوك يا عادل ارجوك، انت بجد بتفكرني بمحرم. هي دي كانت دايما مشكلته، دايما كان شاغل باله بكل الناس اللي حواليه، عمره ما فكر في نفسه. كان دايما لما بيقع في مشكله عمره ما بيفكر يحلها، كان دايما يهرب منها وبس. ودلوقتي احنا عندنا فرصة حلوة قوي قوي. البيت الكبير غرقان في المشاكل، ناره قايدة، والمفروض علينا دلوقتي بقى ان احنا نزود لهم المشاكل دي، مش احنا اللي نفضل غرقانين فيها. غير بقى ان انت ليك عندي خبر حلو قوي 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 كمان. عصام المندوب بتاع الناس الكبار رحله وكلمني النهارده، عارف قال لي ايه؟ قال لي ان عصام خلاص، شكرا، باي باي. ده غير بقى مروان دلوقتي غرقان في المشاكل، جبرية وكريمة الاتنين دخلوا السجن، مش بعيد خالص ان الاتنين يتعدموا. تعرف ده معناه ايه؟ معناه ان حسن مستحيل يبقى العمدة، وان احنا خلاص نقدر ناخد كل المخازن بتاعت مروان.